انا كل خطره والاخر هذه انا نخدم خدمه لاسودير، عندي خدمه لاسودير بقى 5 سنين، بصح على غال ما عندي لا محل لا والو، كما نتبع خطره في الزوق كيبا خطره كل خطره واش نخدم. لا لا نبيعوا دوك، حنا فتح معنا مناسبه تاع عيد، المناسبه تاع عيد كل عام، كل عام عندنا 4 ايام 5 ايام، الناس تفكر، الناس غير تشوف التحام وتشوف خدمات قبل العيد قرب. هذه هي نتمنى ان شاء الله بربي عيد سعيد لكاع المسلمين. ككل عام وككل سنه كما راكم تلاحظوا الشعب الغليزاني هنا في هذا الشارع المسمى بين قوسين زوقة الركابه راه متهيئ ومتاهب لاقتناء مستلزمات عيد الاضحى من سكاكين وفحم، يعني كل شيء كل ما يخص عيد الاضحى. لا هذه حاجه عاديه، كل عام كي تقرب تبقى موسم العيد هكا مده 20 يوم ثلاثه تشاهد هذا الفحم الخناجر الاخرين، الناس الحركه داو بالنسبه للعيد، هذا النشاط تاع العيد، تحس باللي راه كاين الاخرى تاع العيد، عيد الاضحى وهذا. ما احنا لي فوندار انا متهلين في لي كليون تاعنا سيرتو في غليزان، انا مساعدينهم معني الناس كاين اللي ما عندهاش كاين اللي عنده، راك تعرف عواشي اللي تعاون خوك وهذه هي خو. وراكم تشوفوا رانا نوجدوا العيد الكبير مع شويه تحم خدامه صوالح، وهذا هو وربي يديرها علينا بالخير للبلاد كاع ان شاء الله بربي.